السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناظر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مبسوط جدا أن أكون معكم في تاني حلقات برنامج كلمة السر. وزي ما قلنا أن كلمة السر هي دايما نقطة من آخر السطر. أي حاجة بفضل الله العلي العظيم تسبب لنا أو من النهاردة تسبب أي ألام، نمتلك نقطة من آخر السطر. هنكمل الموضوع اللي احنا بدأناه، وموضوع الموضوع اللي اتكلمنا فيه اللي هو موضوع الطاقة، وأن الطاقة هي مرتبطة بكل حاجة خاصة بحياتنا اليومية، خاصة بأحلامنا، خاصة بمستقبلنا، خاصة بطموحنا وأهدافنا. لو عندي أي مشكلة في حياتي عندي مشكلة في الطاقة. الطاقة يعني الماكينة اللي هي بتأدي كل الأدوار المطلوبة منها، لازم يبقى ليها الوقود بتاعها. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا ايه هي البطاريات في الجسم، وايه هي الشاكرات، وايه هو الموضوع، ازاي طاقتنا بتقل وازاي طاقتنا بتزيد. والنهاردة هنتكلم بايه هي علاقة الأحجار الكريمة وعلاقة الشفاء من الأمراض. فأول كلام، الأحجار الكريمة ديت هي ليها إحساس وشعور، يعني حاجة ربنا خلقها ليها إحساس وليها شعور وليها حياة وممات. وما من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحه. فربنا ما خلقش شيء أي حاجة عبس. وزمان دايما كنا بنسمع دايما دايما عن أن في حكايات أسطورية عن الخواتم، وأول حاجة سمعناها وأول حاجة في حياتنا جات على ما سمعنا هو خاتم سيدنا سليمان، وان ملك سيدنا سليمان كله كان في الخاتم بتاعه. وسمعنا حكايات كتيرة وقصص كنا بنسمعها كنا بندرسها واحنا صغيرين، ان الصياد اللي لقى خاتم، فطالما في شيء اجتمعت عليه الحكايات الاسطورية يبقى هو فعلا شيء في ناس معينة صدفت اسرار ليه، او ربنا كشف لها الاسرار في الحاجة دي. والاحجار الكريمة بحرها واسع جدا جدا جدا، واكبر دليل على كلامي دوت ان هي حكاياتها كتيره جدا. الحكايات الاسطوريه بالنسبه للخواتم كتيره جدا، ولغايه وقتنا هذا بنسمع الكلام دوت. في العاده نلاقي مثلا شخص يقول انا بحب الخاتم ده او بتفائل بيه من يوم ما لبست الخاتم ده وانا ربنا فتح علي. واحد تاني يقول لك انا من يوم ما لبست الخاتم ده وانا جالي الفقر. هي الحكايه مش في الخاتم، هو جاب النحس ولا جاب الفقر، هي الحكايه ان الخاتم خصائصه وذبذبته اللي هي يعني قوة تأثير الحجر بتاعه كانت مناسبة جدا معك، فإدتك في إدتك المنطقة اللي هي أصلا مفقودة عندك، فبالتالي صحح مسار حاجة مايلة عندك فأنت اتفائلت بيه في النقطة دي. وهنلاقي لو أنت جيت اتفائلت بيه مثلا، تيجي تقول أنا اتفائلت بيه في الشغل، أنا مثلا من يوم ما اشتغلت ربنا فتح عليا. فهو مثلا هيكون بيتكلم في الموضوع، يعني هو طاقته إداك يعني شحلك البطارية الخاصة بالشغل، خلاك اكتر نشاط بدون وعي منك. لان طبعا في حاجات كتيرة جدا، في جوانب كتيرة جدا في الحياة احنا مش ملمين بها لغاية وقتنا هذا، ولغاية يوم الممات هيفضل البني ادم يتعلم. في جوانب كتيرة جدا مفقودة في الحياة. فانا ببص لجانب الاحجار الكريمة. الاحجار الكريمة دي بتتولد من الابخرة والادخنة اللي موجودة في بطن الارض بفعل الحرارة. اول ما بتبدا تجف او بتبدا تتغير درجه الحراره، في معادن كتيره جدا في باطن الارض، وفي مثلا زي في البراكين، الاحجار الكريمه البيور بتطلع اساسا من البراكين، بعد ما يعني بتطلع على حافه البركان، بعد ما البركان بيكون استوى تماما عمل عمليه غليان في باطن الارض، كل المعادن اللي موجوده في باطن الارض تعمل لها عمليه طهي من الدرجه الاولى، فطلعت كل التحف الفنية اللي هي تسمى الأحجار الكريمة. لما الأبخرة والأدخنة دي بتجف بتبدأ تتكون على بعضها، تنشف على بعضها أو على المعادن اللي موجودة تحت، فبتعمل حاجة من الاثنين، يا بتعمل حجر كريم بيور، يا بتعمل معدن تام التركيب، يعني حاجة خلصة مخلصة، حاجة خلصانة مش محتاجة أي شغل إطلاقا. فلما تتكون الحجر بفعل الحرارة ودرجة الحرارة بيبقى تعرض لآلاف السنين أو للفترة الزمنية اللي هو تم تكوينه فيها لدرجة حرارة كبيرة جدا، لقوة لو الأرض فيها أي معادن مشعة لدرجة إشعاعات كبيرة جدا، فبيخرج مخزن بالطاقة، عامل زي مثلا لما بيجي يتعمل في المناطق فرح فيجيبوا مولد كهرباء كبير جدا
هو الحجر الكريم ده يمتلك طاقة مهولة لو جت اتقاست بالكهرباء ممكن نسميها 3 فاز. الأحجار الكريمة ديت مشتقة من كذا حاجة، حاجات اللي بتطلع في بطن الأرض زي ما قلنا إن هي بتتكون من الأبخرة والأدخنة ومن درجة الحرارة، وفي حاجات بتتكون من نباتات. الحاجات اللي بتخرج من بطن الأرض هي معظمها زي العقيق والماس والفيروز. الحاجات اللي بتتكون بفعل النباتات هي زي الكهرمان والصندورس. الكهرمان دوت سائل بينضج بيضخ كده على جذع شجرة سبحان الله، هو حاجة قمة في الإبداع وقمة في الرقي، وريح يمتلك ريحة يعني، ومؤثر بدرجة كبيرة جدا، وبيعالج كمية أمراض مهولة جدا. وفي حاجات في أحجار بتتولد من الثروة الحيوانية زي مثلا المرجان واللؤلؤ، وفي حاجات يعني بتسقط من السماء زي النيازك والحجر الأسود. طبعا لكل حجر في الدنيا منافعه، وكل حجر في الدنيا خصائصه. الخصائص دي تمت ازاي؟ في مرحلة التكوين بتاعته كان ايه هي الكواكب الحاكمة، زيه زي نفس كل شيء اتولد على وجه الكرة الأرضية بيحكم عليه البيئة اللي اتنشأ فيها، الفترة الزمنية اللي اتولد فيها، اللي اتولد بالليل غير اللي اتولد بالنهار، واللي اتولد في الصعيد غير اللي اتولد في اسكندرية، واللي اتولد في الريف غير اللي اتولد في البندر، واللي اتولد في السعودية غير اللي اتولد في مصر. كل دي خصائص الطاقة والكواكب الحاكمة في المنطقة الزمنية ديت هي اللي تحكم عليه بخصائصه وخواصه وكل ما يخطر على باله. فالأحجار الكريمة هي من نفس هذا القبيل، كل حجر ليه خصائصه وتأثيراته الخاصة وذبذبته الخاصة، وبيشمل خصائص معينة، الكوكب اللي كان حاكم، التربة اللي اتنشأ فيها، عملية تكوينه جت ازاي، يعني جت بأنهي طريقة. ودايما الأحجار الكريمة ما بتتلبس اعتباطا، لازم الحجر الكريم لازم يكون كل شخص هيلبسه، ليه هتلبسه؟ عشان الشفاء ولا هتلبسه عشان الزينة؟ لما يكون شخص بعينه بيطلب حجر بعينه، لازم يكون الحجر بيمتلك نفس خصائص البني آدم، ويكون نفس الكوكب الحاكم عليه أو في التربة اللي اتنشأ فيها أو بالطريقة اللي تم توليد الحجر بيها هي تمتلك نفس الخصائص بتاع البني آدم الطالب للحجر. وبعد كده بيتم تنظيف الحجر من الطاقة اللي فيه عشان تقدر تظبط ذبذبته والطاقة المنبعثة منه مع طاقة الطالب، مع الشخص اللي طالب للحجر بعينه. والنهاردة عندنا شوية مجموعة صور للأحجار، مجموعة أحجار ليها فوائد جامة جدا، هنتكلم على فوائدهم وهم بيعملوا ايه. يعني كل حجر، وده علم متبع، والعلم ده الناس اللي بتتفرج علينا، الصين اكبر بلد فيها اشخاص معمرين، اشخاص معمرين بيوصل اعمارهم فوق 100 سنة وال100 سنة، يعني عندهم الشاب بيتوفى 90 سنة. الناس ديت اصلا اساس مبادئ حياتها الطاقة، هم ناس عملوا التطوير اللي في بلادهم ده كله بالطاقة. علم الطاقة وعلم العلاج بالطاقة هيكون بند اساسي او مجال اساسي في علم الطب البديل، وبيبدأ تطبيقه في دول تانية كتير زي الصين. هو قانون الطب الاول عندهم هو علاج الطاقة. يعني كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام الاجنبي او في الافلام الصينية، ان في واحد يخش له مثلا خارج من معركة ويقدر هو يعمل له عملية تشافي لجميع اعضائه، هم الناس دي ده الكلام ده حقيقي، الكلام ده موجود حقيقي. الطاقة زي العربية لا يجوز بأي حال من الأحوال تمشي من غير الوقود بتاعها. وقود ماكينة البني آدم والروح هي الطاقة. الروح هي اللي مشغلة المكنة دي كلها بتاعت البني آدم. أول حاجة وأول سبب لشحن طاقة البني آدم بدرجة فول هو الذكر والعبادات والطقوس الدينية، قبل كل الحاجات اللي بنتكلم فيها. معانا حجر المرجان على الشاشة دلوقتي. المرجان ده يا جماعة بيعالج من فقر الدم ومشاكل الدورة الدموية، وبيهدئ من حالات الاكتئاب الحادة. والكلام دوت مثبت فعليا، يعني ده علم مش اي كلام بيتقال وخلاص. الحجر دوت طاقته المنبعثة منه بتعالج المركز اللي مسؤول عن جميع الاشياء المذكورة قدام كل حجر. زي ما قلنا المرجان بيعالج فقر الدم ومشاكل الدورة الدموية وبيهدئ من حالات الاكتئاب. معانا بعديه
حجر الزبرجد هو اقوى معالج. الزبرجد ده الياقوت الاحمر، ده المرجان، هو ده المرجان بيعالج مشاكل فقر الدم ومشاكل الدوره الدمويه والاكتئاب. الزبرجد اللي معانا موجود على الشاشه دوت هو اول علاج موجود للاكزيما، وجميع مرضى الاكزيما هم ناس عارفين ومتاكدين ان الاكزيما ملهاش علاج او ليها علاج على المدى البعيد جدا. وانا من هنا بقول الزبرجد، واتحدى ان يكون الحجر بيور وما يعالجش الاكزيما وحب الشباب والالتهابات الجلديه، وبيساعد على تجديد جميع الخلايا التالفه في الجلد. هو معانا استاذ صبحي على التليفون. اتفضل يا استاذ صبحي. الو. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ صبحي؟ اولا تاريخ ميلادك كام يا استاذ صبحي؟ 3/2/90. كام؟ 3/2/90. 3/2/90. برج الدلو، برج هوائي من الابراج القويه جدا، اللي ان شاء الله باذن المولى عز وجل الفتره اللي جايه ديت هتكون فتره جميله جدا عليه، وفي حاجات كتيره جدا فلكيا هتساعده انه يكون انه ينشط في شغله ويبدا طريق جديد باذن الله. اي خدمات تانية الصبحي؟ اتكلمنا في الزبرجد انه مضاد للحزن وبيمنع وبيمنح التفاؤل والوعي والبصيره. عندنا اللؤلؤ بيعالج نوبات الحمى والزكام. اللؤلؤ اللي هو بيخرج من البحر ده اللي بيتعمل بيه عقاد البنات. الحجر ده لو تعرفوا قيمته مفيش بيت في مصر هيخلى منه. عندنا حجر الفيروز بعد كده، والحجر الفيروز دوت هو عشق كل الناس اللي بتحب الاحجار الكريمه واللي ما بتحبش الاحجار الكريمه. واقوى نوع ليه هو النوع الفيروز السيناوي اللي موجود في ارض مصر بفضل الله العلي العظيم. وهو من الانواع الشيقه جدا. فيروز بيمنع الكابه والتأتأة عند الناس اللي هي عندها صعب في النطق، وبيعالج السعال الديكي، وبيمنع الحسد لانه حجر ازرق، وكل ما هو ازرق ويكون حجر خاص يعني بيشع طاقه او ذبذبه فهو بيكسر الطاقه السلبه كلها، هي طاقه الحسد. عندنا الكهرمان، والكهرمان ده يا جماعه اول العلم يعني لكل من يمتلك زوجه من برج الاسد. ده العلاج البطار لجميع اللي عندهم زوجات من برج الاسد، بيهديها خالص كده وبيمنع شرها. دي نصيحه مني. الكهرمان بيعالج المفاصل والروماتيزم واوجاع الظهر، وبيعالج البواسير، وهو علاج بطار لعلاج البواسير. وباكد على كلامي ويعني البواسير بتنتهي في خلال 11 يوم بالعلاج بالكهرمان، ويساهم في رفع المعنويات وازاله مشاعر الخوف والتردد وانعدام الثقه. والكهرمان ده هو من الاحجار المناسبه جدا لجميع الابراج الناريه. حجر الزمرد، حجر الزمرد هو فعال لمعالجه المجاري التنفسيه. طبعا قلنا ان هو حجر اخضر، والاحجار الخضراء هي بتفعل شاكره القلب اللي هي بتشحن من اللون الاخضر، الزمرد الاخضر اللي موجود على الشاشه. وهو بيعالج المجاري التنفسيه ومفيد للحساسيه، وبيعزز جهاز المناعه، وبيمنع الحموضه. فهو فوار قوي جدا للحموضه، في حاله ارتدائه بيعالج الحموضه، وعلى فكره بيجلي النظر. عندنا العقيق اللي بعده، حجر العقيق، وهي طبعا من ده ملك الاحجار او من الاحجار الشائعه في جميع بلاد العالم، وهو المنشا الرئيسي بتاعه هو اليمن، عشان اللي هي سيدنا سليمان. والعقيق اكتر ليه اكتر من 72 نوع ولون وحكايه وقصه كل حجر فيهم. العقيق له تأثير على أعراض العيون وأوجاع الرأس والتشنجات ونوبات الحمى، ومفيد جدا 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 في فترة الحمل، وبيسهل عمليات الولادة وطارد للطاقة السلبية. عندنا حجر القمر، الحجر اللي بعده، بيبرأ من الفزع ويصرف الوسواس ويمنع الخفقان والاضطراب، ويقال إنه يورث الجاه والقبول. وهو اقوى حجر، وحجر القمر دوت اقوى حجر لجميع الابراج المائيه،
يعني هو حجر التألق لجميع العقرب لأبراج لمواليد العقرب والسرطان والحوت، وخاصة الحوت هو حجر التألق لبرج الحوت. عندنا الياقوت الأصفر. الياقوت الأصفر بيقلل من متاعب النفس ويساعد على ارتياح الروح، طارد للهموم، بيحفز التفكير والإدراك، مراكز الإدراك، ويساعد على التفكير الهادي والمتزن. وزمان أيام الفراعنة كانوا دايما عندهم مقولة بتقول لا تنزل صاعقة على مرتدي الياقوت الأصفر، وهو من الأحجار المفيدة جدا 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 لجميع الأبراج النارية، وبيشحنهم جدا. عندنا بعد كده الياقوت الأحمر، وهو حجر الهبة والرومانسية. أي حد يرتدي حجر الياقوت الأحمر هو بيقوي قلب مرتديه، بيعطيه الشجاعة، بيعظم مرتديه في عين المحيطين به، وبيعمل ألفة دايما ما بينه وما بين الناس، وهو للعلم أقوى حجر بيشحن المشاعر العاطفية. الناس اللي هي عندها مشاكل في الحب ومشاكل في الألفة ومشاكل في الاجتماعيات، أنصحهم بارتداء الياقوت الأحمر، يعني حاجة مفيدة جدا وحاجة ممتازة. عندنا بعد كده العقيق الأحمر، برضو هو سيد الأحجار الكريمة. لا ده مش دوت اللي بعده، سيد الأحجار الكريمة، هو طارد الأحلام المزعجة، ويهب حامله لذة قضاء الحوائج، يعني خلي حمله، يعني برضو لو رجعنا كده بعنينا هتلاقي كل الناس اللي بتسعى في قضاء حوائج الناس هي ناس متختمة بالعقيق الأحمر. وزمان يقال ان سيدنا عمر بن الخطاب كان متختم بالعقيق الأحمر، فدايما يقول لك تختموا بالعقيق. هو وبرضه بيرد الحسد وبيرد كيد الأعداء، طاقته هي طاقة غير قابلة للاختراق. عندنا الياقوت الأزرق، وهو أقوى علاج للحزن. الناس اللي هي بتمر بمراحل صعبة أو تحملوا صدمات فقدان عزيز، أب أو أخ أو زوج، من أقوى الأحجار اللي بتطرد فكرة الحزن من الجسم، دايما بيجدد الطموح ويجدد النشاط في الجسم، ودايما يحفز فكرة ان الحياة ما بتقفش على اي بني ادم في اي وضع وفي اي مكان. وهو بيزيد من القوة الحيوية ويعمل على يقظة الضمير. دايما مرتديه يكون راجل صاحب ميزان، يعني بيحبوه جدا برج القوس، من الابراج اللي بتعشق اللون دوت. بيعالج عندهم مشكلة هما بيمروا بيها بقالهم 3 سنين فلكية. برج القوس يمكن هي دي العقبة الوحيدة اللي عنده انتكاسة، يعني بقاله فترة، زيه زي برج الحوت وبرج الجدي. ده برج الجدي خد 5 سنين ما شافش حاجة حلوة في حياته، 5 سنين شاف آلام مبرحة. يمكن من السنة اللي فاتت أو من نص السنة اللي فاتت بدأت الأمور تتحسن معاه، بداية من شهر 10، وما ما لحقش يفوق، دخل في كورونا. الجدي دوت مظلوم. في جامعة الملك سعود الدكتور صابر القحطاني هو المدير السابق لمركز أبحاث النباتات العطرية السامة. الراجل ده نزل منشور أو مقال كبير جدا، قال فيه إن حجر الفيروز، حجر الفيروز السيناوي المصري، هو له مفعول طبي عجيب، فهو مقوي للقلب ومضاد لخفقان ومقاوم لداء الصرع. وقال إن حجر القمر بينفع في مواجهة الاضطرابات الهرمونية للأنثى، وفي حالات العقم ان هو ليه تأثير قوي جدا على إعادة تأهيل الرحم، وإعادة خاصة في حالات العقم، وان حجر العقيق الجزع بيوقف النزيف. وده طبعا دي مقولة عندنا احنا في العرب يعرفوا تماما ان الحجر العقيق الجزع بالأخص هو بيوقف النزيف. ودايما كانوا زمان بيخلوا الست الحامل او الست اللي دايما ما كانش عندها استقرار في حملها كانوا يخلوها ترتدي حجر عقيق الجزع، لانه بيسهل عمليات الولادة وبيسهل وبيوقف النزيف. وده بالتجربة اي حد يجرب الموضوع دوت. وقال ان الزمرد يستخدم في حالات التوتر والامراض الجلدية، ومفيد ايضا في امراض الام الكبد. فده الاتجاه، وده الحكاية كلها اللي احنا عايزين الناس تنظر اليها بجد، ان فعلا ما فيش حاجة الفترة ديت اسمها انه لا يجوز ان في حد فشل في ان هو يحد، ان هو يحد عارض عنده او عارض منكد عليه. الناس اللي لفت كتير والناس اللي دارت
عندها شويه مشاكل مرضيه بيلفوا على الدكاتره، بتطلع النتائج بتاعتهم سليمه 100%. الناس اللي هم مش عارفين ايه الدنيا بتحصل معاهم كده ليه، يعني ايه اللي بيحصل معاهم، في مشاكل في الطاقه. تعرفوا اصلا ان في ان كل بيت كل بيت كل مكان مغلق، كل حاجه ليها اربع حيطان، ليها رصه لمرور الطاقه الايجابيه وخروج الطاقه السلبيه. احنا عندنا في مصر ما عندناش الكلام ده. يعني مثلا عندنا اقوى، يعني في حاجه كده في البيت شغلتها ان هي بتصدر طاقه سلبيه للبيت. ايه هي؟ ان احنا دايما في مصر عندنا المطابخ حاجه كده صغيره، فيحطوا البوتاجاز جنب حنفيه الميه او جنب الثلاجه، نار جنب الميه، ضيف الطاقه لا يجوز. الست دايما عندنا في مصر هنا ما فيش حد يجرؤ انه يكلم الست المصريه وهي في المطبخ، اذا كان ابن بيطلب بره، اذا كان جوز بتطلب منه الطلاق، فهي بتخرج من المطبخ عايزه تطلق. وطبعا في ناس دايما يقول لك لا ده سحر، لا هو مش سحر، هي في رصه معينه في كل مكان، عشان في رصه بتحفز مشاعر الحب في البيت، في يعني جانب في البيت بيحفز رجل السفر، وبيحفز رجل الفلوس، وبيحفز طاقه الصحه، وبيحفز طاقه الاولاد والعلوم، وبيحفز طاقه الشهره، وبيحفز طاقه العمل، وبيحفز الركن الروحاني والتجليات والصلاه. في اماكن في البيت لو مش مظبوطه اللي جوه البيت ده مش هيصلي، ويفضل يقول لك انا مش عارف، انا بقطع في الصلاه ليه. في مثلا قعده الكنبه لازم يبقى ليها اتجاه معين، وكل قعده الكنبه يعني انت كل قعده في البيت المجالس اللي بيجلسوا فيها لازم دايما تبقى في اتجاه القبله. طول ما في اتجاه القبله انا اضمن لك 100% ان ده بيت سعيد ما عندوش اي مشاكل. مثلا يقول لك ما تنامش تحت كمر، ما تحطش السرير يبقى فيه فوقيه كمر، كمر خرسانه. كمر الخرسانه ده وظيفته ان هو بيلم كل الطاقه السلبيه وبيديها لك. طبعا انت بتقول انا بحلم بكوابيس ليه؟ بقوم مكسر من النوم ليه؟ الناس اللي بتنام قدام المرايات، المرايه وظيفتها بتاخد الطاقه والبني ادم نايم، بتحصل عمليه تجديد لكل حاجه في جسمه، اصلا روحه بتصعد لخالقها، بيبدا عمليه التجديد لجسمه، كل الطاقه السلبيه بتخرج من جسمه في حاله نومه. المرايه بقى وظيفتها ايه؟ المرايه بتاخد الطاقه السلبيه وبتقوم ردها له تاني من ناحيه تانيه، فبيصحى من النوم الصبح يعني هو مش قادر يفرد وشه، مش قادر يقول لحد صباح الخير، نازل الشغل وهو متعكن، يعني سابب ولاعم في بيته ومتخانق قبل ما ينزل الصبح على شغل، بيروح الشغل طبعا وشه يعني كانه جاي من عزا. كل الحاجات ديت ليها تاثير خاص على صحه البني ادم، وعلى ازاي يقدر يشتغل، ازاي يقدر يعيش، ازاي يقدر يتكلم، ازاي ما يبقاش عنده مشاكل في بيته، ازاي ما عندوش مشاكل مع جيرانه. طاقه البني ادم اذا ملينا خزانات الوقود بتاعت الطاقه، البني ادم في يعني احسن فتراته واحسن حالاته. بفكركم تاني بالنسبه، انا اعلنت الحلقه اللي فاتت قلت ان احنا انا واولاد عمامي مشكورين، واولاد عمامي على مستوى جمهوريه مصر العربيه بجميع محافظاتها من آل البيت والاشراف، ان احنا بندعم كل حلقه غريمات، وطلعت الصفحه اللي استقبل عليها الرسائل. للاسف الشديد انا والله العظيم ما استلمت ولا رساله، ما فيش ولا رساله جات لي على الصفحه، فيا رب في حق جه سيدنا النبي ما يبقاش في غريمه في مصر، ولا في اي حد مضام، ولا في اي حد يمتلك كرب. وبكرر تاني ان بفضل الله العلي العظيم هنستقبل على صفحه اشاره الابراج، على صفحه على الرسائل الخاصه بالصفحه، اي جميع حالات الغريمات، وان شاء الله باذن المولى عز وجل كل حلقه ربنا يعيننا ونفرج عن غارمه بفضل الله تعالى وليس فضلنا. هنرجع تاني لموضوع الاحجار وعلاقتها. تعرفوا ان كل صابع من صوابع الجسم، احنا مثلا ممكن نقابل واحد في دي الفترات ديت كتيره جدا جدا في مصر كلها، بتقابل واحد هو يمتلك في ايده 10 صوابع، في طبعا صباعين مش محسوبين، هو لابس في الثمان صوابع خواتم، هو لابس هنا عقيق ولابس هنا عقيق تاني، وممكن يبقى لابس عقيق احمر وعقيق جزع، ولابس اونكس، وحاطط هنا عقيق اصفر وحته زمرد، ويجي يقول لك انا مش شايف. طب يا عم انت لازم ما تشوفش، ده انت عامل قفله لنفسك ما يعلم بها الا ربنا. فكل كل صباع ليه متحكم في حاجات معينه وبيحكمه حاجه معينه. هنقول مثلا صباع الخنصر. صباع الخنصر يرتبط بكوكب عطارد. يرتبط بكوكب عطارد. وله تأثير على الجهاز التناسلي والركبتين والقدمين
ويفضل التختم بالزمرد والمرجان والياقوت. وفي علاج، علاج التدليك، بيعالج جميع اجزاء الجسم من الاصابع، من مراكز دخول الاصابع. وطبعا دي حاجات منتشره وكل الناس عارفاها. هقول ان الخنصر هو يرتبط بعطارد، وله تأثير على الجهاز التناسلي والركبتين والقدمين، ويفضل التختم بالزمرد والمرجان والياقوت. بالنسبة للمرجان هو أقوى علاج للضعف الجنسي والبرود الجنسي عند الراجل وعند الست. فحالة ارتدائه في الخنصر هو معالج قوي جدا ليه، هو بياخد الطاقة رأسا من المدخل الرئيسي، يعني من البوابة الرئيسية لمدخل الطاقة الرئيسي. عندنا البنصر، هو مرتبط بالشمس وله تأثير على الكليتين والمعدة والرئتين والدورة الدموية، ويفضل التختم بالتوباز وعين النمر واللؤلؤ الأبيض وحجر القمر. وبالنسبة لعين النمر ده يا جماعة، حجر عين النمر دوت هو حجر قوي جدا يرتديه، ويبقى حجر التألق لجميع الأبراج النارية وخاصة برج الأسد. ويقال زمان حاجة شائعة جدا على حجر عين النمر دوت، يقول لك هو في أي مكان موجود فيه تبتعد عنه اللصوص، وده كلام شرعي. هو مش عشان إن هو حجر يمتلك قوة روحانية جبارة، هو حجر بيحفز مراكز الإدراك والاستقبال. فهو لو موجود في المكان اللي أنا فيه هو مديني طاقة، بيحفز عندي مراكز الإدراك والاستقبال، يخليني مدرك تماما لجميع الحاجات اللي بتحصل حواليا، وعندي قدرة استقبال واستيعاب هايلة جدا. الصباع الوسطى ويرتبط بزحل، وله تأثير على الأمعاء والعقل والمخ والكبد، ويفضل التختم بالماس والزركون والمرجان الأبيض أو الزمرد. صباع السبابة يرتبط بالمشترى، وله تأثير على الجهاز التنفسي والمعدة، ويفضل التختم باللؤلؤ والمرجان والتوباز. وكما ان لبس زمان كان يقول لك ان اللي يرتدي خاتم حجر القمر وعنده مشاكل في النوم، لو لبسه يهنأ بنوم هادئ جدا جدا جدا. وبرضه حجر المرجان الاحمر. هما بيقولوا معانا فاصل، ان شاء الله نرجع بعد الفاصل. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. معانا تليفون بيقول لك من بدري جدا، معانا استاذ فوزيه، نقول الو. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا برج السرطان مواليد شهر 7. على طول كده؟ برج السرطان مواليد شهر 7. أمور يستفيد. عايزة نعرف مصادر الرزق، وعايزة نعرف إيه ظروفنا، إيه ظروفنا المتبادلة يعني. عايزة تعرفي إيه؟ عايزة نعرف ظروف الرزق يعني. والله الأرزاق بيد الرحمن، وزي ما قلنا وزي ما قلنا لو في اي مشكله بتقابل اي بني ادم في الرزق في المشاكل، اكيد عنده مشكله في طاقته. وبفضل الله العلي العظيم بارقام تليفوناتنا موجوده على الشاشه نقدر نعالج اي حاله انتكاس في اي حاجه في الدنيا بفضل الله ليس الا. برج السرطان يا ستي اقدر اقول لك انت الان تستمتع باوبشن الانفراجات، يعني اقدر اقول لك ان شاء الله هتبدا من بكره الصبح. هو القمر موجود في برج العقرب المائي، وبرج السرطان هو برج مائي مدعوم جدا من برج العقرب. فاقدر اقول لك ان فتره الانفراجات والنتائج الطيبه هي على الابواب، وهتعيشي فتره جميله جدا، وما تنسناش من الدعاء. الحمد لله يا رب يوفقكم يا رب. واياكم يا رب ومن في حوزتكم. شكرا جزيلا. النهارده يعني دلوقتي يعني جه وقت الابراج، ونقدر نقول كلام سريع كده عن أبراج، وخاصة أنثى الحمل. هنتكلم عن برج سريعا. هي أنثى الحمل من الشخصيات النارية جدا، بيحكمها كوكب المريخ. هو قلنا إن هو كوكب الوهم، كوكب الجنان، فتخيل نار مع جنان. فهي ست تمتلك ذوق رفيع جدا في سماع الموسيقى، في اختيار الملابس، في اختيار العفش. تمتلك ابتسامة رائعة حتى ولو هي عندها مشاكل الدنيا والآخرة. دايما بتطيب بالناس التانية، ودايما بتثق في الناس بصورة كبيرة جدا، حتى رغم كل الصدمات اللي تسببت لها من ثقتها المفرطة في الناس. ورغم ذلك هي عارفة ان ده عيبها،
وهي ما بتقدرش تتخلى عنه، دايما بتثق في الناس. بس هي دايما معانا. استاذ ابراهيم اتفضل. دكتور السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك يا دكتور، انا برج القوس. اهلا وسهلا. وبعدين بتجيني احلام مزعجه بالليل. انا عندي 71 سنه. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. اتفضل. بتجيني احلام مزعجه، بنام كوابيس وكده. كوابيس بعض الاحيان بقى من على السرير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هنصحك نصيحة، أنصحك هنصحك نصيحة لوجه الله، إنك تنام على وضوء وحط عدس أصفر تحت السرير، وإذا شفت كوابيس تاني يبقى أنا اللي ببعتها لك. الخط قطع. زي ما قلنا بنتكلم على أنثى برج الحمل. هي ست رغم كل الانتكاسات والصدمات اللي بتقابلها في حياتها، هي بتقدر تقوم بسرعة جدا، وبتقدر تبدا الطريق اللي هي كانت مكملاه، او بتبدا طريق جديد وبتنجح فيه جدا. هي صريحه جدا بدرجه كبيره جدا، درجه صراحتها بتدي لها الاهتمام والاحترام من كل الشخصيات المحيطه بيها. هي امراه تعشق الخروج، والاحجار المناسبه ليها او خاصه الفتره ديت هي عقيق اصفر ناري وحجر الدم. هنتكلم على انثى الثور. انثى الثور، انثى الثور هي من المواليد الترابيه. هي انثى صبوره جدا جدا جدا، بتكره الخيانه زي معانا استاذه اميره. معانا استاذه اميره اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ اتفضلي. حضرتك اموري. الامر مرة على ما يزيدنا شرف يا فندم، وان شاء الله مش اخر مرة. يا رب ان شاء الله. وأموري. تمام. وعندي ورم. انا مش سامع كويس، بس ممكن حضرتك توطي صوت التلفزيون شوية؟ طب معلش. اتفضلي. يلا حضرتك. اتفضلي. انا متجوزة. تمام. وعندي ورم في وشي. ورم في وشك. لا انا للاسف الصوت مش واصل لي واضح جدا، فمش عايزه. يا ريت حضرتك تحاولي تتصلي بينا تاني او تقفي في مكان فيه شبكه. اتقطع الخط مع الاستاذه، ان شاء الله تتصل بينا تاني. احنا بنتكلم على انثى الثور. هي انثى صبوره جدا، وقلنا طبعا هي بتكره الخيانه زي طبعا ما كل الناس بتكره اليهود كده بالظبط. هي من يفقد ثقتها لا يستردها بأي حال من الأحوال. هي كائن ترابي بتعشق كل ما هو من الأرض. يعني الورد بالنسبة لها، يعني اديت لها وردة كأنك بالظبط عطيت لها تركة. هي من الشخصيات اللي أي حاجة من الأرض، وخاصة لو تلتمس بعاطفتها أو من ناحية مشاعرها، فهي بتتحول لكائن السلام الأول. معانا أستاذ محمد بن السويس. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. ولا حضرتك، انا برج الاسد 16 ثواني. اهلا وسهلا. برج الاسد ان شاء الله في 2020 ولا ان شاء الله باذن المولى عز وجل. هي سنة 2020 هي نكدت على العالم كله، بس بفضل الله سنين العجاف يا جماعة انتهت. أول يوم عيد الأضحى اللي فات كان انتهاء جميع سنوات العجاف. وبفضل الله العلي العظيم احنا في المرحلة الانتقالية للانتقال الى سنين الرخاء. فبفضل الله العلي العظيم برج الاسد من الناس اللي شهر 11 باذن المولى عز وجل هو شهر هيبقى شهر فتح عليهم، ربنا يكرمهم في الشغل شوية. بس انا عايزك تبقى هادي اليومين دول. الابراج النارية متعصبة جدا جدا الفترة ديت، وخاصة برج الاسد عندهم انفعالات كتير في الشغل، مجادلات ومواضيع بتتفتح ملهاش اي لازمة. فعايزك تكون هادي وتتعامل بحنكة، يعني خليك هادي، عدي اليومين دول على خير، وان شاء الله ربنا يفتح عليك فتوح الفاتحين. هنرجع تاني لأنثى برج الثور، وهي عاشقة الأمومة. هي ست ما بت يعني لا تحب المناصب اطلاقا ولا تحب الوسطة. هي دغري، ست دغري، ست بتبقى يعني عارفة ان واحد زائد واحد ما بيساويش الا اتنين. اقوى الاحجار
الخاصه بيها هي معانا. يا استاذه اميره رجعت تاني، اتفضلي. الو، ورم في الرحم، اتفضلي. شفاك الله وعافاكي. رحت الدكاتره كتير تمام، ومفيش ليه ومفيش عمليه عن جد، ربنا مكرمني تمام. يعني جوزها انا المشكله ما كنتش انا احنا معاك في الاسبوعين. انا بس محتاج ان حضرتك تعلي صوتك، والله انا شويه في كلام ما بفقده تماما. انا مشكلتي ان انا بيجي لي ملبس عربي تمام، فرشت عند الدكتور كتير وما بيدونيش هناك تمام تمام. بفضل الله العلي العظيم، بفضل الله العلي العظيم، ربنا جعل لكل داء دواء، ونحن نمتلك عزايم لا تعرف هزايم ان شاء الله باذن المولى عز وجل. حضرتك تابعين على ارقامنا في على التلفزيون اللي موجود على الشاشه، وان شاء الله هنبشرك قريب. قلنا اقوى الاحجار لانثى برج الثور هو الفيروز والياقوت الاحمر والعقيق الاحمر. والياقوت الاحمر ده يا جماعه هو كلمه السر عند انثى برج الثور، وهي طبعا يحكمها كوكب الزهره وكوكب الحب والجمال. انثى الجوزاء، هنتكلم على الانثى الجوزاء، يعني انجلينا جولي. انجلينا جولي يعني بيتكلم عن ست تمتلك اوبشنات شركه بحالها، تقدر يعني تحس ان هي ست عندها جوه مخها في موظفين كتير جدا. معانا استاذه ناهد، نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا برج الجدي. على طول كده برج الجدي بتخوفينا يعني؟ لا ما بخوفكش، اتفضلي. عندي مشكلة في الحمل، وما عنديش أي موانع خالص، وأنا كويسة وجوزي كويس. طالما ما فيش أي موانع خالص يبقى أبشري بفضل الله العلي العظيم. بعد ما تقفلي معايا تاخدي الفاتحة لسيدنا النبي على التيسير والتسهيل، وتاخدي أرقام تليفوناتنا من على الشاشة، وإن شاء الله اعتبري إن الموانع ربنا يا رب يمنع الموانع بحق جه سيدنا النبي يا رب يخليك. طب والحاله بقى الماديه والدنيا واقفه معايا او انا وجوزي؟ والله ربنا يفتح المغاليق بفضل الله، يعني باذن المولى عز وجل. وهي الامور الماديه مش واقفه مع برج الجدي بس، الامور الماديه واقفه مع جميع بني ادمين الارض صدقيني. طب وبرج السرطان ايه؟ انت حضرتك داخله واخده باقه كامله صح، داخله تسالي عن الكل. برج السرطان هو من افضل الايام عليه، بدايه من بكره او من النهارده بالليل، من افضل الايام، هيعدوا عليه يومين ونص ان شاء الله. يدعي لي، اكون انا اول من بشرته بالكلمتين دول، وان شاء الله يدعي لي. الامر موجود في برج العقرب، فهو اكبر داعم ليه، مدعوم ليه، هيخليه يعيش ايام جميله جدا. هنرجع لانثى الجوزاء، وهي تمتلك ذوق رفيع جدا جدا جدا، زي ما قلنا هي جوه مخها تمتلك شركه كامله بجميع افرادها، عندها افراد عمليات خاصه. هي انجلينا جولي بجد، هي ست يعني ست المهمات الخاصه، بتعمل كل حاجه في الدنيا. هي اول هم تمتلك سحر غريب وعجيب، مفيش اي شخص يقابل انثى برج الجوزاء غير لازم يتوقف ويازم يشوف يعني جمال صنع الله فيها. هي من الاشخاص الاذكياء جدا جدا جدا، ست بتفكر بعقلها. معانا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بمكرمك. اهلا وسهلا حضرتك. انا مواليد شهر واحد 91. شهر واحد كام واحد؟ انا برج واحد 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 91. برج الجدي. برج الجدي كنت عايز اطلع الصفحه، لان انا عندي الدنيا وحشه خالص بالنسبه للمقاصد الحمد لله. بالنسبه للمفاصل اه ان شاء الله باذن المولى عز وجل. بمناسبه المفاصل، بعلن ان شاء الله المركز آل البيت من بدايه من الحلقه الجايه هنقدم شويه منتجات بفضل الله العلي العظيم. هي كلمه السر، هي كلمه السر ونقطه من اخر السطر. ربنا يرفع عنك، وهي ان شاء الله فتره وهتعدي على برج الجدي، وان شاء الله بعد يومين ونص بالظبط الامور هتبدا تتحسن معاه. وان شاء الله ابشر. هنرجع لانثى برج الجوزاء، وخدنا فيها وقت كبير جدا،
وهي اقوى حجر ليها هو حجر التوباز والعقيق الاصفر والزمرد. هي مش محتاجه تالق، هي تمتلك حضور طاغي حتى في احلك ظروفها وفي اشد ظروفها الما. انثى السرطان هي انثى البراءه والرقه، يعني هي ست ناعمه كده تعشق الرومانسيه، هي ست مائيه بتميل للون البحر وتحبه جدا. هي ليلى مراد، هي خلاصه الكلام ليلى مراد. هي ست بتتعصب بسرعه جدا 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 وبتهدى اسرع ما بتتعصب. معانا استاذه فاطمه. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال عن 13/6. 13/6 برج الجوزاء، لسه قايلين فيها شعر لمده، يعني خدنا الحلقه كلها في انثى الجوزاء. ان شاء الله باذن المولى اليومين الجايين يومين حلوين جدا على جميع الابراج الهوائيه. جوزاء ميزان دلو، ان شاء الله ابشري وبرده ما تنسناش من دعائكم. طب و 12/2 2/2 برج الدلو. 20/2 برج الحوت، هو برج مائي برضو من الابراج اللي هي اليومين دول هم يومينهم، لان القمر في برج العقرب فهو مدعوم من القمر، والقمر دوت لما بيخش مدار اي برج او بيخش بيته هو المزاج، هو اللي بيظبط المود بتاع كل الابراج المائيه او كل الابراج الناريه حسب ما يكون القمر موجود. انثى السرطان زي ما قلنا، انثى السرطان يعني بيقولوا لي ان ناقص 3 دقايق، ما بحسش بالوقت فعلا وانا موجود معاكم، فبالتالي هنقول كلام سريع. هنقول انثى السرطان هي زي ما قلنا بتتعصب بسرعه جدا وبتروق بسرعه جدا، هي بتعيش لحظات الفرح زي ما قال الكتاب، وبتعيش لحظات الحزن زي كما ينبغي الكتاب برضو. هرجع تاني بس للخير واقول ان احنا بندعم وبنستقبل حكايه الغارمات على صفحه اشاره الابراج، وان شاء الله باذن المولى عز وجل ربنا يجعلنا سبب في تفريج هموم الغارمات. هنتكلم على انثى الاسد، يعني انثى الطموح اللامحدود، بتعشق المناصب العليا والقياديه، صاحبه مقوله يا ارض تهدي ما عليكي ادي. انثى العذراء، عشان طبعا ما ننساش حد، يعني المراه الحديديه، الست القويه جدا، بتحسب حساب لكل حاجه في الدنيا، لكل كلمه بتخرج منها بتخرج بميزان. ناس تمتلك عيون حلوه وجذابه، بيحبوا شغلهم اكتر ما بيحبوا حياتهم، يعني هي ناس مضحيه جدا في شغلهم. انثى الميزان يعني انثى الرشاقه والجمال. للاسف بيقولوا لي ان الوقت خلص، ربنا يجمع لقائنا بيكم على خير، ويا رب يكون بتستفادوا معايا، ورب يجعلنا سبب ان احنا نسعدكم ونسعدكم. السلام عليكم.